ودي شوح يا ابو الخيال اي انا زعير الشاوية وحسينهم بنية اي انا زارو بلا سنة القرآن هو الكفاح خويا الملك المحب يا وانتي شفت شبابنا يا مين ولادنا وحبابنا ونحرر بلادنا والصحراء المغربية يا ودي لا كنتي فنان سنح الشابات وشبان راي حيو في الرحمن يا الملك ملكونا والصحراء صحراؤنا أنا سارو بلا سناح يا القرآن هو الكفاح ويا الملك المحبوب يا وفي جميع القلوب يا وانتي جب شبابنا يا من ولادنا وحبابنا أو نحرم عبيدات احنا عبيدات رما عدنا الجديد وعدنا التراث ديالنا عبيدات رما بن سليمان بن سليمان كتعرف عدنا المقص والمندير والتعريجة اسم ديالنا ديال الفرقة عبيدات رما الزايدة حنيف شرقي خليفة المرحوم بشير وتعلموا معايا اولاد وتعلموا معايا العنيرة انا وليت دابا بحال وليت جد ديال الافراقيرة الفراقيرة شحال كان راه 10 الفراقي دابا ديالنا ديال بن سليمان ولاو عندنا 10 الفراقي الحمد لله ومازال نطوروا هذا الشيء ولكن ما نخرجوش من الايقاع ديال عبيدات رما الله يخليك عبد الرما ومول العود لان عبد الرما خاصو ديما المقص والبندير والتعريج ولكن ما نزيدوش الا الله يخليك استاذ شي اله عصريه ما يمكنش لا احنا كنقولوا لعبيدات رما الله يخليكم ما غتزيدوش لا باتري ولا العود ولا شي اله اخرى من غير التراث ديالنا هو البندير والمقص والتعريجه ملي عقلنا على البندير والمقص والتعريجه هي اللي كاينه وهذا هو اللي كان الحمد لله كلمه الجمهور كنشكر الجمهور ديالي الكريم مرحبا بكم وكنموت عليكم كنموتوا على الجمهور ديالنا كله والحمد لله الجمهور ديالنا كيبغينا من طنجة للقويرة وكان الحمد لله راه حنا ولينا كنمشيو اي بلاصة قاعات ولا داكشي غنديروا الهيد كلشي كيدخل علينا الهيد ديالنا حنا الكتف والركبة كيتسمى الزايدة الزايدة عندهم الكتف والركبة والهيد لا تطيحة ديالو لا في بنورة ولا في اي بلاصة لا كان عبيدات رما راه اي واحد يدخل الحيدوس